خليني نقول السلام عليكم. دابا عندنا اللي احمر هنديرو الكوتي. الكوتي باش غنديرو ماما الكوتي المسمن اللي احمر. السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين. نتمنى ان هاد لا فيديو هادي ان شاء الله تلقاكم نتوما بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي ندعي لكم آلة واروات شها. وشنو بغيتو ماما؟ المسمن الاحمر، يعني انه المسمن اللي معمر بداك، راكم عارفين تيكون فيه التوابل داك الشيء، البصله والكفته والقزبره والمعدنوس وهذاك الشيء، تيكون عطيه داك تيكون فيه التحميره وتكون فيه الهريسه وتيعطيها اللون احمر. دونك هما تيسمينو المسمن الاحمر. دونك انايا تلبيه اللي طالع بهم غادي نديرو ليهم. هنايا عندي هنايا الحرش، عندي الفورس، عندي مثلا تقريبا جوج كيسان كبار ديال الحرش مع كاس تاع الفورس، يعني نصف الكميه، مع الملح. وتندير فيه الملح زوين، ندير فيه شويه ماما شويه زيد شويه. انت هاد هاد قلتي بلاصتك ديري شويه شويه صبيعات. ها صافي سي با دو. صافي اي شويه ديال الخميره، شويه فقط كذا كيما شفتوا معايا ديال الخميره. صافي غادي نعجن عادي، كنعجنو عادي بالمدافي. والعجينه خاصها تكون شويه قاصحه، ما تكونش المهم ما تتعجن في اليد او خلل. لا مش بزاف تاع الماء من الاول، اما احسن نزيدو غير شويه ديال الماء ونبقاو سميتو، ولا نزيدو بزاف ديال الماء وتخسر لينا العجينه. شويه ديال الماء ونبقاو حنا اللي متحكمين فيها، ماشي هي اللي تتحكم فينا. يا كومبري عشينا 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 عارفه ندير بحال هكا داك واحد نسيبي لي عشينا نشري هذا باش تلصقيها في كلشي الزرابي في كلشي سميت. لا ما انا علعت في الطبله، تلعبي في البيت اللي فيه. دابا ها هي العجينه ديالنا، هي عجناها مزيان. ها هي رحمة، ها هي الكثافه ديالها كيفاش تجي تعجنوها حتى تتولي تطرطق، تولي تسمعوها في تحت من يدنا تبقى تطرطق. دونك انا غندهنها بدر شويه ديال الزيت، زيت النباتي العادي ماشي زيت الزيتون، وغنخليها ترتاح. في هذا الاثناء غناخذ نوجد الحشوه. بالنسبه للبصله ها هي كيفاش تتولي، هادشي باش زوينه هاد الاله هادي تتقطع لينا بطريقه رقيقه ومقاده. هنا من بعد ما قطعت ديك البصله غندير في المقله غندير شويه ديال زيت الزيتون، شويه ما نكثروش، ممكن اللي ما بغاش يدوس زيت نباتي. صافي غادي نضيف غنضيف هاد البصله هادي، وغنديرهم فوق النار هادئه مع التحريك حتى تدبال عندي شويه البصله. البصله راه بيسكو انها مقطعه رقيقه راه غادي غير تدبال عندي. يعني انا كاين جوج طرق بالنسبه للحشوه، كما درت انا دابا هاد الطريقه هادي ديال انه غادي ندير البصله تشحر مع تدبال عندي شويه، ونضيف عليها الباقيه ديال المكونات اللي هي الكفته، ممكن نضيف الزيتون الهريسه، المهم بزاف ديال المكونات الطحينه. ولا الطريقه الثانيه هو انهم نخلطوا الحشوه وهي خضراء، يعني ما نشحروا حتى شي حاجه. بالنسبه ليا اليوم انايا غادي نشحر كلشي، نشحر البصله هي الاولى ونضيف ليها الكفته وباقي المكونات التوابل وداكشي الاخر. انتما معايا هنا راه كنت صحابني واش تنصور، فجيت نشوف تلاقيت راسي ما تنصورش. المهم بالنسبه انايا من بعد ما تشحرت عندي ديك البصله غير شويه، غنضيف ليها دابا التوابل، نضيف ليها الكفته. هنا عندي تقريبا 200 غرام ديال الكفته، وهنا ضفت كذلك هنا التحميره تقريبا واحد نص معلقه كبيره ديال التحميره ونص معلقه كبيره ديال الكمون وشويه ديال الهريسه. غنكمل الباقيه ديال التوابل، غندير شويه ديال الملح، غندير شويه ديال السنجبير، خرقوم، وشويه فقط ديال البصل. صافي وغنخلط كلشي هاد المكونات. عندي هنا مكون مهم بزاف، هنا عندي القزبر والمعدنوس طريين قطعتهم بحال ما بقى في هاد الاله هادي اللي قطعت فيها قبيله البصله، هي فاش غنقطعت فيها هنايا القزبر والمعدنوس، وغنضيفهم حتى هما. بالنسبه للزيتون تيبقى اختياري.
انا راه ضفت واحد تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال الزيتون، زيتون خضر مقطع. حنا كلشي هنا في الدار عزيز علينا، تيبقى مكون اختياري كما تيقولوا غفل طارت عينك. كدا تيقولوا لهذا المثال هذا غفل طارت عين. ها نتوما غفلت واحد شويه، شوفوا شنو جرى. علاش ماما درتي بحال ما هكا؟ علاش درتي العجينه هكذايا؟ شوفي فيا، شوفي كيفاش بغيتي. شو شتي دير مازال؟ شوفي فيا، شوفي ويلي ويلي القصريه تلاح خيبه انتي، خيبه تخصمي معايا. عجن العجينه يلا معاكم الحادقه اروى تتعجن. زيد ماما اش تعجني؟ ماما اش تصايبي؟ اش تصايبي ماما اش تعجني؟ ها سميت هاد الاكله هادي سميتها سميتو مسمن؟ اين مسمن؟ مسمن اللي حمل. اش درتي هنايا؟ الزبيده والزيت. ايه وكي تيجي يا ماما؟ كي تيجي زوين ددلكي مزيان هاكا. خاصني ماما ندير لك لاشين ديالك، لاشين ديال اروى. اوكي صافي اش تبقاي توري ليهم القباحات كيفاش يديروا القباحات. دارتها لعبه بالنسبة للبنات راه يديها مغسولين ونقيين ما عليها والو. بالنسبة للحشوة ديالي ها هي يا جدات، خليتها حتى بردات. هذا باش غادي ناخذ نبدا نديرها في سمنات الجول. سمنات عادي غادي نورق بشوية ديال الزيت. ها نتوما كما تتشوفوا معايا هنا راه درت المسمنه الاولى، دابا بالنسبه للثانيه ها هي ورقتها ودرت فيها الحشوه بحال هكا. غندير وسط منها هذه، ندير بحال هكا كما تتشوفوا معايا. انا تنحاول الماكسيموم باش ما نكثرش الزيت في المسمن. فوالا وها هي المسمنه ديالي دابا بحال ما هكايا، غنخليها حتى الاخير وعاد باش نورقهم. هي المسمنه الاولى وها هما المسمنات ديالي دابا موجدو. دابا قبل ما غندخلهم الفران وركت عليهم غير بحال ما بقى بشويه بيديه، هي هذيك اللي فيها الهريسه باش تقادو. صافي دابا غادي ندخلهم الفران على نار متوسطه من الفوق من التحت عادي، ومن اللي يطيبوا نوريكم الشكل ديالهم. واخ واخا ماما انا غير تنبدا نصور اروى تيجيها تشرب. المهم ها انتم يا ها هو المسمن كيفاش تيجي، تيجي مورق. هنايا هاد المسمنات هادو شاط ليا انايا العجين، شاط ليا العجينه وما بقاتش ليا الحشوه، دونك درتها مسمنات عاديين. صافي حطيت التمر الحليب بالنسبه للبنات العسل الزبده والزيت والزيتون داكشي عادي، ولا ديال تي ضروري المسمن مع اتاي ميمكنش تشربي مسمن مع القهوه لا تي اروى. دونك هذه هي الطبيله ديال الفطور ديالنا عاديه زعما كاينه، ولكن درت الخطر للبنيات. راكم عارفين نهار السبت ولا الحد الواحد تيكون جالس، البنيات تيكونوا مش مشاو للمدرسه ديالهم، تيكون شويه الواحد الروتين. دونك تنبغي ندير لهم بحال هذا الشيء اللي بغاو. راه هما كمشتو معايا كانوا معايا في لاكويزين، صايبوا معايا خلطوا معايا داك الشيء. دابا درك يقيلا غادي نديروا الكوتي ديالنا وغادي نخرجهم. قلا نديهم واحد الكافي هنايا فيها البيسين وفيها شحال من حاجه، انا نمشي وغنصور لكم تما ان شاء الله. كماما نسيمن زوينه بصحتك ماما بصحتك. يلا واخا ماما ها
هو الشكل ديال البسمن ديالنا كيفاش داير من الداخل. شوفوا نقول لكم جبنين بزاف بزاف. شوفوا كيفاش تيجي مورق، تيجي عامر بديك البصله ودوك التوابيد اللي فيه، قزبر معدنوس. عبد الله صف تاتي آلة. هاكا سيدي رجلي أخرى عاوتاني، لا طلع رجل أخرى، طلع رجل أخرى، طلع أخرى مني. سير عطلي عطلي البنات لصقوا بغاو لا كلاص اروى. شوف ما كيدير الاء، صافي جينا نجلسوا شويه حيت بغينا باش نقيدوا الاء هنايا ان شاء الله لابيسين باش تبدا معاهم. ايوا صافي حنا جينا دابا بسميتو فاش كنا تما كنا في هذاك البارك ولا في داك الكافي، كان الخبز ديال تفرنوت بان لينا فاش دخلنا، ولكن ملي كنا خارجين ما لقينا بانه كمل. وناض الزوج ديالي دزنا لواحد البلاصه تقدا عند واحد السيد تيكون عنده دائما، مهم حاجه زوينه تقداه. وليني انايا راه ما بغيتش نتعشى، زعما كاينه انا راني مدايره داكشي بالريجيم، جايب دار حامض و سمحوا لي جاب دار حامض وجاب دار ياغورت ديالي كريمي. وليني قال لك بويا ماشي مشكل غناكل معاه المونس اليوم. ضحك نغلط ديك الساعه تشوف شنو شكل غيفكر. دابا درك هي انايا غندهنوها بالزيت وبالعسل داسي مالبس العود، هاتهم هي درنا زيت الزيتون وغنديرو العسل. وكما تيقولو واحد المثال، اللي بغى يضعف العام طويل. الوزن الفائض ديال الوزن اللي زدتو اللي شفتو في لي فيديو اللي وريتكم، ولا الفيديو قبل وبعد كي كنت ملي كنت غليظه ولا ملي كنت فيا اكثر من 100 كيلو جبتها فاش كنت ساكنه هنايا في هواره. الناس ديال هواره معروفين بحال ما بالخير والطواجن، ما نقول لكم شنو اللي خرج عليا هو داك الطواجن. ايوا صافي احنا عمرناها هكذا بالعسل. ايوا صافي كدايه تجي هاد الخبيزه هادي ديال التفرنوت، ما نقول لكمش تتشهي، والريحه ديالها مع باقا سخونه زوينه تتبان المنظر، والمذاق ديالها حتى هو ان شاء الله غيكون زوين. انا ديجا ذقت منها من الجنيب ها هويا. المهم صافي كدايا عمرت براد ديالاتاي، درت فيه اللويزه، انا تتحمقني اللويزه صافي. وبالنسبه لبناتي راهما يا نعسوا على حساب اصلا داروا الكوتي ديالهم معطل وثقيل شويه بداك المسمن معمر وداكشي، دونك صافي ما غاديش ياكلوا مازال حتى شي حاجه. وكلت لهم صراحه بابار لا كلاص اللي كلاو في داك الكافي تما كاينه، ها وكلت لهم ياغورت، ياغورت فاني عادي كريمي فاني، كل وحده خدات واحد صافي. وغسلت لهم وداكشي وتكاو نعسوا. بالنسبه ليا انايا غادي ناخذ غير شويه، ما غنحاول باش ما نكثرش على حساب راكم عارفين انايا راه تزاد الوزن ديالي هاد المده هادي الاخيره حيت ما بقيتش رد البال الريجيم ديالي بمل مره.
ايوا صافي، انا دابا هنايا غادي نختم الفيديو ديالي، غادي نقول لكم بسلامة عليكم، تصبحوا على خير، نخليكم ان شاء الله، نتمنى ان هذا الفيديو هذه تنال اعجابكم، ونخليكم في امان الله على بروشين فيديو ان شاء الله. باي باي، بسلامة. ما تنساوش تزورونا على لابليكاسيون طبخ ووصفات باش تستافدوا من كل هاد الوصفات اللي كاينين في لاشين ووصفات اخرى متنوعه، وممكن كذلك تبارطاجيو معنا الحداقات ديالكم وذلك باقتراح الوصفات ديالكم.